موقع يوسف ان باي عاملين عروض خرافيه بمناسبه السنه الجديده، فاذا حابب تظبط فريقك وتبني تشكيله الاحلام مالك الا موقع يوسف ان باي، ولا تنسى تستخدم كود الخصم اللي بالدسكربشن بيعطيك خصم اضافي 5%. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، من ارو ستوري جيمر، معكم اليوم بمقطع جديد من سلسله الكارير مود. لا تنسوا اللايك بالبدايه والاشتراك بالقناه اذا ما كنتم مشتركين. اليوم يا جماعه حلقتنا من الاخر، يعني شوفوا انا صار لي فتره ساحب على السلسله، التعليقات كلها منار وين الكارير وين هذا، بس انا يعني مشغول شويه كنت لانه انا مدرب، يعني بتعرفوا عندي انشغالات ثانيه يعني فمعليش يعني، ولكن ان شاء الله عم حاول انزلكم على قدر المستطاع، ولكن بنفس الوقت انا ما بدي مل من هاي السلسله، يعني اذا بدي اصور منه ونزل كثير حلقات ممكن يوصل مرحله اني مل واسحب شهرين على السلسله، فهيك انا عم روق كل فتره بنصور حلقه وبننبسط وبنستمتع. المهم لا تنسوا لايك بالبدايه والاشتراك بالقناه، شكرا عم تعمل الحلقه الماضيه، اذا وصلنا 50,000 لايك وعد الحلقه الجايه رح تنزلكم، الحلقه الجايه ممكن جهزها كمان على طول، يعني متحمس لانه السلسله صار لي فتره قاطع عنها. اضغطوا لايك اشتركوا بالقناه اذا ما كنتوا مشتركين. اليوم شغلات كثيره عندنا، مباريات ودوري الابطال كمان مهم، ورح تشوفوا يعني كثير شغلات، انا ما بدي احرق عليكم، ما بدي اطول كثير بالمقدمات، خلونا هاي الخطة الآن يا جماعة. والله اللعيبة مبدعين، صرنا فترة أنا إحنا ساحبين بس راجعين بشيء أسطوري، يعني عرفت بيلا غبنا وغاب الإبداع وعدنا نعدل لا شوف بالتشكيلة. فهي تشكيلتنا بالوقت الحالي تقريبا نحن يعني بالمراكز الخمسة الأولى بالدوري، مركزنا نحن ناقصين مباراة، لا حدا يحسب، نحن أربع مباراة إذا فزنا يعني بنكسب ثلاث نقاط بنصير يا جماعة بالمركز الرابع، بس مركز مؤهل لدوري الأبطال ولسه الدوري بالبدايات يعني. فطبعا أنا بيساكا بعته، ولكن رح ينباع بفترة الانتقالات الجاية، وبعت أكثر من لاعب، فحاليا ما بنقدر أصلا نعمل شيء، حتى لو تعاقدنا مع لاعب رح يجينا بنهاية الموسم أو بفترة الانتقالات الشتوية يعني، فما رح نستفاد شيء. فالآن نحن نركز على المباريات، نركز على الدوري، على دوري الأبطال، نشوف شو بنقدر نعمل. عندنا مباراة على طول ضد ويست هام، يا سلام مركز 19 ويست هام معه نقطة، يجوا ياخذوا مني ثلاث نقط لدعس الفريق تدعيس، أنا واصل معي لهون ماشي نشوف. والله فاندي بيك صراحة بدع معي بأكثر من مناسبة، فريح لي بوجبا على الاحتياط وخلي التشكيلة بهذا الشكل. هلا رح يلعب راشفورد اس تي، ولكن انا فكرة اني احول سانشو للمهاجم ما زالت ببالي، لانه سانشو عجبني بمركز المهاجم الوهمي. ماشي انا مباراة ويست هام بداية، نشوف شو بنقدر نعمل. هيا بنا مباراة مميزة، الجماهير تنتظر، وسائل الاعلام تعطيها اهتمام كبير، كل شيء جاهز لانطلاقة هذا اللقاء، فلا تذهبوا بعيدا. حاطين بولين وفقاقية ومدري شو، يا اخي ما حاطين لي صورة حارسته، ايه ايه هلا هدول بدهم يضلوا ظاهرين هيك؟ ياهو خلص شيلوهم خلص. هلا اذا بخسر والله انا رح اقول لكم بسببهم، انت قلت لي عم تحجج ما عم تحجج، لا يحطوا هي الاشياء. يا عيني الدون، يا عيني ضربة جزاء يا حكم. مباراة الفريق الاضعف هجوميا والفريق اول مرة بشوفهم اصلا. سلام روح الدون روح الدون عطيه. يا الله عليك الدون في ايوه يخرب بيت رونالدو قسما بالله قوي قسما بالله اسطوره قوي يا دائما هيك من رونالدو كبر مدري ايش دائما بيجي بيسكتهم عافي خلاص يلا فاندي بيك المظلوم المظلوم يا سلام عليك يا سلام او ديونج ايه مسكها لا تزعل لا تزعل بس ماشي لا تزعل لما اجي اشيلك هلا من المباراه لا تبكي يا عيني يا بار يا اخي باران او ماي جاد هدول شوف اضعف هجوم بالدوري سجلوا علي والله عيب والله عيب يسجلوا علينا اضعف هجوم بالدوري هدول بدري اضعف دفاع شيء مثل هيك كمبيمبي كمبيمبي يا كمبيمبي حمار فرصه من جديد لكره التعادل طيب طيب احتفلوا انبسطوا 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 هي اول واخر مره رح تفرحوا اله الا الله رجعوا الفقاق يا اخي شيلوها خلاص وات شو هالباص الكذبان مستحيل هذا الانهاء للكره في الشباك ايوه حلو 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 جدا يلا حان وقت التعديلات على والله ما بستنى لينتهي هالشوط ليك رونالدو فضيت لياقته لسه الشوط الاول ما خلص حط لي سانشو سي اف ماشي وهذا راشفورد الحمار خليه على الجناح بركي بيعمل شيء بمرجل رجعوا رجعوا الفقاقيه لا لا كل ما ببلع جول كنت تعملوا هيك شيلوا الفقاقيه هي شيلوها يا اخي رشفير رشفير بدي بيك رونالدو حرام عليك والله حرام يلا سانشو اعطيني واحده للدون دون يا دون يا عيني رونالدو رونالدو ما في غير الدون ما في غير الدون
3. مرجله مرجله رونالدو. رونالدو شالوا الفقاقيه ولا بس لما هن بيسجلوا بتقدروا بتنفخوا بوالين ومدري شو الحركات هي. انا اللي بيعجبني فيه هذا اللاعب بيغلط غلطه مثلا بيضيع فرصه بعدها بيسجلها على بعد اللي بعدها بيسجلها هيك يعني بيعوض خطاه والله بيخطئ وخلاص. مناح مناح يعني من قد يعني بشكل جيد البديل انت ابو خمس نجوم مهارات لا لا اللي هو خمسه مهارات خمسه ويكو انزل جهز لي حالك رح تنزل بالشوط الثاني خذ فرصتك بدع بتلعب ما بتبدع بتلعب هاي المباراه بعدين الله اعلم خليك جاهز. لا 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 وي شو الرفع الكذب الحمد لله يا اخي رجال والكر قسما بالله قوي سلام عيني عيني وطية بوك يا بوكبا يا اخي بوكبا دائما شوطاته هيك ضعيفه يا عيني عليك يا الكمبيم لحظات قليله تفصل او ماي جاد والكر 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 يونغ اصلي 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 سانشو يا اخي بلوكات لك لا لا انا الباص اصلا من راشفورد يا اخي والله حرام ما كان لازم نتعادل ماشي ماشي عوافي 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 ما مو اسوء شيء تعادل يلا يا شباب انا مباراه عاد بالكاس ضد فريق اول مره بسمع فيه اسمه شو بورت اسمع برونو ايوه رجع يصيح اتضايق بشده من تبديلي في افضل استغفر الله العظيم اخي راشفورد قسما بالله عم يتخاذل ما بعرف ليه هيك تقيل راشفورد اي نازل بالبدلاء ونحن نعمل محاكاه للمباراه بس والله خايف انه يخسروا بس لا مو لهالدرجه يعني مهما كان عرفت انا عندي ثقه بفريقي نوعا ما يعني يا عيني عليكم 3-0 او ماي جاد رونالدو رونالدو نزل بديل ولا كيف رونالدو نزل بالشوط الثاني سجل لي جولين هاي مشان تشوفه مشان ما تقولوا والله بس انت ليكو كريستيانو جولين حاطط بالمباراه وتلس حتى سجل جول كمان يعني في ابداعات بالموضوع توقفت محادثات انتقال مارسيال لا اله الا الله يا اخي مارسيال قسما بالله كل شوي ما بده يطلع من النادي خلاص يا اخي نحن الان بالمركز العاشر ماشي فوز واحد يعني بينقلنا شوفوا ليفربول مركز لا نحن مو كثير سيئين يعني هذول ليفربول اللي كنت تحتنا مدعوسين ففوز يعني يا جماعه بيخليني وصل لمركز والله الدفاع شوارع الدفاع حفله ما في مباراه ما عم نبلع فيها اهداف لازم انه ننتبه بقى ماشي هاي المباراه مهمه هذول ليك خمسه دفاع يعني انك تسجل عليهم مصيبه بدك تسجل عليهم فان شاء الله انه نقدم مستوى بقى ونفوز تركيز كبير اليوم على الدون كريستيانو بداية مثيرة في الدوري تجعل الجميع ينتظر من الكثير والكثير يا 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 الدون هاي الملاعب ها هاي الملاعب يلا بسم الله الصراحة أنا عندي مشكلة واضحة بالمحور الدفاعي لأنه لا ديونج ولا بوجبا أوايا دفاعيا سلام هذول ضايعين أي ولا ليك ليك بلشنا سلكان من أول بلشنا حتى هون سلام سلام دون عيني واه يا الله حرام ضرب جزاء ضرب جزاء ليه سلام يا سلام هات 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 ضرب جزاء هات ما بعرف ليه ضربة الجزاء بس عرقلني وين رونالدو وين رونالدو عيني يا رونالدو الاول هات هات الاول يا عيني عليك يا دون يا عيني نقاط وحيويه خياليه امام المرمى يظهر في كل المباريات يمثل كل الشباك يسجل في كل فريق حكيت يا معلقنا حكيت يا اخي والكار يا اخي قوي قوي قسما بالله قوي سانشو 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 عطيه سانشو يوه وحش الله سانشو والله وحش يخرب بيتك على هالجول شايفين بالمركز مهاجم خلص تحول سانشو مهاجم وراشفورد يتحول جناح ولا اي شيء يا اخي راشفورد ما كان يعمل هيك ما كان يعمل هيك بالمهاجم اهم شيء اهم شيء نحافظ على كلين شيت لا 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 اوه شكرا يلا 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 يا جماعه الكلين شيت يا جماعه الخير الكلين شيت ارجوكم ارجوكم بس الكلين شيت بس يا اخي لا بوجبا يو شلون صدها هي كمان ان شاء الله لا والله والله هي حلوه الصراحه من بوجبا يعني بس شلون هذا صدها ما بعرف كلين شيت يا شباب كلين شيت كلين شيت يا شباب
يا عيني. متسلل يا وحش مالين. ايش شلون بتضيعها هي؟ مالين شو؟ برادو! يا عيني يا دون يا عيني يا دون. يا اخي كل مباراة جولين هاتريك جولين هاتريك جولين هاتريك. لا الكلين شيت الكلين شيت الكلين شيت. يا عيني يا مندي. يلا مالا يلا مالا روح للبرو روح يا ابو. يا سلام يا الحربة والله حلوة. شوف شوف برونو. يا برونو ضيعت ضيعت الفرصة. با يا الحارس مالا الدون هاي الدون. تعال لا رونالدو. يا كيف راح الهاتريك هيك؟ بعد عن بعد. اعطيه يا الله يا الحارس. والله الحارس شايلهم قسما بالله خسرانين ثلاثة وعدم يصد لهم يصد يصد يصد. في هذه اللحظات على ما يبدو في مباراة بيرلي الهدف الثاني لمصر. لا 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 قتلي فارون. هدف شرفي في الوقت يا اخي قسما بالله حرام يا اخي والله حرام. الله يقطع ام الشغلة. لك الكلين شيت هذا حلم صار حلم. ادعس ادعس بالهجمات يعني من هجمتين بيسجلوا جولين. انا ما بيقهرني الا هيك يا اخي. فريقنا بيلعب وبيعمل كل شيء بيجوا هن هيك من ولا هجمه سجلوا جول. ياس اول المركز الرابع حلو كتير حلو كتير يا جماعه والله ممتاز حلو. ليفربول مركز خامس. اهم شيء ليفربول تحتنا طول عمره تحت اليونايتد اصلا مو شيء جديد. تشيلسي سابع ارسنال ثامن. يعني ترتيب منطقي الصراحه شويه الدوري ولكن واتفورد مركز ثالث. والله في منافسه كبيره يا جماعه في منافسه واخذنا النقط الثلاثه من استون فيلا. استون فيلا كان بالتوب 3 تقريبا فهذا الشيء منيح. طبعا الشهر الجاي خلينا الشهر اللي بعده عندنا مباراه ضد ايفرتون المباراه الجايه وراح يلعب ليفربول ضد السيتي. يا سلام وليفربول هيك يفوز على السيتي مشان السيتي شو ما ينفرد هيك بالصداره ويبعد. يا سلام هذا هذا كثير كبير. دون صار 5 5 والله اصلي. يا عيني رونالدو رونالدو. بيساكا راح لريال مدريد واعطونا شيء 70 مليون يعني مشان الانتقالات فبصير معنا بفتره انتقالات حوالي 100 مليون ممتازه جدا. الدون هيك كم لياقته؟ اوه والله في لعيبه ناقصه لياقتهم. اثنين هدول ما فيهم واحد قوي دفاعيا يعني الاثنين هجوميا قوايا بس دفاعيا ضيعان. يعني الخصوم بتخترق من النص ولا كانه في وسط ولا حرفيا كانه في وسط. بدك تعتمد عاد على الدفاع وعلى دخية هيك والدعوات فانت وحظك. والله اذا لعب هاي المباراه يا جماعه يعني بلياقه ناقصه وفضيت لياقته ممكن انه ينصاب خاصه اللاعب عمره 36 سنه يعني. يعني والله والله ما ناقصه ينصاب رونالدو ما في غيره عم يشيلنا بالفريق. انما تلعبه مباراه كامله ينصاب والله ما ناقصين ينصاب له اصابه طويله خلص خليه هيك. طيب الان مباراه مهمه بدوري الابطال. الدون عنده مشاكل في موضوع الجاهزيه خلونا نحضر المؤتمر وننطلق. هل انتم داخلين هي المباراه لتامين صداره المجموعه ام انه مساله صداره المجموعه تعتبر صعبه؟ لا ما يعني بس سؤالك كان جيد اوكي ماشي انت بشكل صح فجاه هيك خربت تخريب عرفت. لا فايتين فايتين نتسلى رح نجيبك معنا تلعب بالمباراه ممكن ننزلك نشوف مهاراتك بالملعب. طبعا فايتين صدرت مجموعه يعني هذا الشيء طبيعي جدا ولا لا صدارة صعبه؟ لا مو صعبه لا مو صعبه ونحن نستطيع ورح نفوت نعمل شيء رهيب بهالمباراه. يعني يعني انا ما بعرف شو اقول ما بعرف شو الاسئله الغبيه هي الصراحه اللي عم تجيبوا لي اياها بس انه اوكي. هات السؤال اللي بعده. في اخبار بتقول ان الدون رح يكون على مقاعد الاحتياط وما رح يشارك اساسي بالمباراه فهل هي الاخبار صحيحه ام لا؟ ما بعرف كيف الكلام تسرب للصحافه بس صحيح هذا الكلام صحيح 100%. رونالدو راح يكون على الاحتياط بهي المباراه وسبب فني يعني مو اكثر من هيك ما له مصاب اللاعب ولا شيء ولكن مو معناته انه مانشستر ما راح يكون حاضر لانه الفريق يعني عنده جاهزيه كبيره وراح نفوت نأدي يعني اداء اسطوري بهي المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. مباراه على ارضنا نحن على ارضنا ما بنخسر وهذا شيء معروف ماشي هيا بنا يلا بسم الله. هاي من غير رونالدو اختبار حقيقي لانه اذا لعب ونصاب انا راح انصدم صدمه عمري يعني. سلام سلام مالين مالين هل يعوض الدون؟ يا سلام عليك اعطيه برونو. وين وين يا سلام يا سلام حلو حلو بيهرب فيها من الرقابه. يا سلام على المهاره
ما كالعادة. ممنوع نطلع بكلين شيت، ممنوع. سلام الله. راشفورد، راشفورد يا تيس يا راشفورد. شلون عاد يعمل يضيع وقت لانه فازوا خلاص ببلش ضيع وقت. هيا بلا يا هو، شو اللعب هذا يا جماعة؟ شو هاللعب المريض هاد؟ لا يا فان دي بيك، لا يا فان دي بيك. مين مين اللي أعطاه ضربة جزاء؟ هذا أنت يا كمبيمبي. راشفورد انصاب يا أخي. إن شاء الله. آخ آخ يا أخي، يعني إلك شغلة منيح إنك انصبت. يلا نقلع لبرا. اطلع اطلع يا راشفورد اطلع. أي رحنا له. يخرب بيته بالتسعين لعبانة، شو هاد؟ لا إله إلا الله. نركز نركز يا شباب نركز. اسم الفريق والله كمان يعني مانشستر يونايتد، مو كريستيانو رونالدو. يعني يعني ما عم تستنوا انتو بس الدون اللي يسجلنا، مرجلوا شوي يعني. لا والله مالن. اوه حرام يا أخي، قسما بالله أنا رح انجلط بقى من العارضة. عيني يا مندي، عيني يا مندي. أصبح الفريق والله اللي لبان، وأصبح الفريق المسيطر على الكرة. الكرة تخرج. في خذلان الصراحة من الفريق بهالمباراة. مسكها يا دخية. أوه إن لم تقدر عليهم انضم إليهم. إعادة للقطة الهدف العكسي من جديد. هذه الأمور تحدث في كرة القدم وعلى الجميع تقبل. هيا بنا عيني. عطية مالن يا ربي من الحارس. حلو 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 حلو. مالي عرفان احكي يعني يعني انا شو احكي انا شو احكي. هذا اداء بتظهروا فيه وانت يا دخية يعني 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 انت شايف الفريق اداء سيء والفريق مثل الغبي. لو بتجي بتسجل هذا يعني ما بعرف انا انا ما بعرف. وصلت لمرحله ما انا اعرف فيها، انا مالي عرفان شو اقول لك. رونالدو جهز حالك انزل فوت اعمل اي شيء. ما عملت شيء انت ما يعني يعني الفريق اصلا خسران. اذا قدرت تعمل شيء كان بها. انا بتمنى انك تعمل شيء لانه انا ما بعرف انا ما بعرف شو احكي معك اليوم. اذا بدي احكي كلام راح تفوتوا تندعسوا زياده بالشوط الثاني. ركزوا شوي، حاولوا انكم تسجلوا. ما راح نفوز، بعرف بالمباراة صعب، ولكن ركزوا حاولوا انه ما نبلع اهداف زيادة. بس يتقدم الى الامام. كانت خطيرة جدا. شو عم تستنى؟ شو عم تستنى؟ يلا سانشو. والله فكر اقول سانشو. والله فكرت وسجلها لك. والله فيا فيا لو مسجلها. تدخل اللاعب يفقد الكرة. ثباتا. المرمى مفتوح امامه. خلاص هيك بح يعني. سلل يثير الجدل يشير الى حكم المباراه وتنطلق في هذه اللحظات. يلا يلا جيجي مجموعات عادي 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 عادي. لسه لسه في امكانيه للتعويض ونحن فايزين بالمباراه. على كل حال نحن الصراحه راشفورد صح انصاب. يا سلام. كم مده اصابتك ان شاء الله؟ شهرين. حلوين 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 حلوين. هذا اللي كان ناقص. عرفت راشفورد انصاب شهرين. محتاجين محور دفاعي، محور دفاعي قوي وسريع. فديونغ غالبا حيكون المحور الهجومي لانه بوجبا جدا سيء الصراحه، حتى هجوميا ما عم حس انه هالاضافه، وبطيء ودفاعيا سيء. فبدي بيعه الصراحه باقرب فتره انتقالات. خلص بوجبا انا اكتفيت منه الصراحه. هذا اللاعب يعني جلطني جلط. دي محور دفاعي بس هيك قوي مكانه، بس محور دفاعي ما بعرف مين. ثرت. فشكرا لكم على متابعه المقطع. هيك بنقدر نقول نوصل للنهايه. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه اذا ما كنتوا مشتركين. خلونا نوصل المقطع يا جماعه فوق ال 40,000 لايك. واذا عندكم اقتراحات للتشكيله اكتبوا لي تحت بالتعليقات. فتابعوني على الانستغرام وتويتر اذا حابين تشوفوا كواليس للاشياء اللي بتصير. فحسابي بالانستغرام وتويتر هي انا المدرب. يعني يعني انتوا المفروض انه المدرب لما يقول شيء نفذوا. اوكي انا حكيت بس مشان ما اسحب على السلسله اسبوعين ثلاثه منار وين سلسله. تابعوني يا جماعه والله روح تابعوني بتويتر. انا ما بضرك شيء بالانستغرام. شكرا لكم على المتابعه. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالمقطع. بس هذا اللي كان عندي اليوم. في امان الله.